وأول مرة الواحد يبقى فخور بلعيبة بلده وما يزعلوش، ومحمد صلاح ما يزعلش، واللي هينقد بعد كده احنا هنوقف له. ايوه اللي هيفتي ايوه عايز ايوه تروح تكسب سبوبة روح اكسبها من بعيد، بعيد عن منتخب مصر. في ناس نظيفة، في ناس بتقول الصح صح والغلط غلط. ايوه أتمنى يا رب إن الناس النظيفة هي اللي تقف ورا المنتخب. ايوه أتمنى إن اتحاد الكرة الجديد يسند المنتخب ده يدعمه. وبقول لك اهو، لا قدر الله ما وصلناش كأس عالم، الجيل ده جاي. ايوه الجيل ده جاي 5 6 سنين. من امتى واحنا بنشوف عمر كمال عبد الواحد؟ حد كان عارفه؟ عبد المنعم فتوح في نادي الزمالك ومشهور كده، بس انا بتكلم بقى عالميا افريقيا. صحيح. لا لعيبه مهند كتير، لاشين مهند صح، انت فاهمني؟ مراد حمدي الواحد من كتر الحمد لله الكتره بتاعتهم، انا اول مره اشوف فرقه 22 لعيب بيلعب منهم 20. ايوه بكلمك بجد ايوه والله. يعني لا مش بس كده، انت عندك 22 لعيب مع منتخب مصر دلوقتي، وفي 10 احنا زعلانين عليهم ان هم مش في المنتخب. فانت وايه، انت النهارده كمان عندك في القائمه 4 حراس مرمى، وفي 10 بره انت بتقول كانوا المفروض يخشوا في المنتخب. يعني انت حرفيا دلوقتي بقى معاك 3 منتخبات لمصر برافو عليك. بعد ما كنا، وانا شخصيا، وشوف انا بعترف، انا بقول، انا حضرتك اتاثرت انا عارف، بس انا كنت دايما بقول احنا ما عندناش 11 لاعب لمنتخب مصر. 11 لاعب، شوف 11 لاعب، وانا اسف كنت بقول كده، بس للاسف للاسف، وبرضه انا اسف اللي بقول كده، هي الازمه كانت ازمه جهاز فني، ما كانتش ازمه لعيبه، عشان الجهاز الفني ما يقدرش يتعامل مع هذه القماشه زي ما بتتقال او القوام لمنتخب مصر، يبقى المشكله في الجهاز الفني.